بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرؤيا الشرعية. النهاردة هنفسر مع بعض اهم الرموز اللي ممكن نشوفها في المنام. هنفسرها بشكل بسيط نقدر كلنا نفهمها. من اكتر الرموز اللي ناس كتير بتشوفها في الرؤى او في الاحلام رؤية الامتحان. الامتحان او الاختبار بشكل عام في المنام، لو الشخص شاف ان هو بيمتحن او ان هو بيحاول يغش او ان هو بيذاكر للامتحان، كل دي من الرموز اللي بتدل على هموم او محنة هيمر بيها الرأي. رؤية تأجيل الامتحان، لو الشخص شاف ان هو بيأجل الامتحان ده اهمال الرأي في امر معين. كمان رؤية حل الامتحان أو النجاح في الامتحان، ده زوال هموم ويعني تحقيق شيء كان هو بيسعى ليه أو بيتمناه. رؤية إن هو مش قادر يحل في الامتحان أو إن هو مش مذاكر في الامتحان، دي هموم وكمان فشل الرأي في شيء معين في حياته. لو الشخص شاف ان الامتحان الوقت بتاعه عدى او ان هو اتأخر على الامتحان او ما راحش الامتحان، فدي هموم، ولكن الهموم دي هتزول. كمان محاولة الرأي ان هو زي ما قلنا يغش، فدي برضو من الرموز اللي بتدل على هموم للرأي. كمان من الرموز رؤية الساحر أو المشعوذ في المنام. رؤية الساحر أو المشعوذ في المنام من الرموز اللي بتدل على إن الشخص ده ممكن يتعرض لخداع أو يتعرض لمتاعب والمشاكل، والمشاكل دي هتكون من طرف ناس هو عارفهم أو من الناس المحاطين بيه. رؤية السارق في المنام أو الحرامي في المنام برضو من الرموز اللي بتكون غير محمودة، فممكن تدل على شخص كذاب ممكن يسعى لإيقاع الرأي في أمر مكروه. كمان لو فتاة عزباء وشافت إن هو يعني في سارق سرق منها حاجة في المنام، فدي ممكن تدل على إن ممكن تقع في مع شخص أو مع رجل، يعني هتكون في علاقة ما بينهم. الشخص ده هيكون مخادع وهيسعى لي يعني لغشها أو لخداعها، وهيكون سبب في للأسف في سمعة سيئة للفتاة. كمان من الرموز المنتشرة رؤية الصلاة في المنام. لو الشخص شاف ان هو بيصلي وبيدعو في المنام، فدي من الرموز اللي بتدل على توبة وصلاح للرأي وهداية للرأي. كمان السجود في المنام من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنية أو تحقيق شيء هو بيسعى ليه. رؤية الوضوء في المنام من الرموز برضو اللي بتدل على خلاص من هم أو من مشاكل، وإتمام الوضوء برضو إتمام أمر الرأي بيسعى ليه. رؤية الصلاة في مكان واسع أو مكان فيه خضرة، فدي من الأمور اللي بتدل على رزق وقضاء على دين لو كان الشخص عنده أزمة مالية. كمان من الرموز رؤية الصابون. رؤية الصابون في المنام من الرموز أولا اللي بتكون محمودة، فبتدل على خير وبركة للرأي. كمان خصوصا لو كان الصابون ليه ريحة كويسة، فبتدل على تغيير في حياة الرأي للأفضل، على استقرار لو كان الرأي متزوج. كمان بيدل على زواج لو كان الرأي غير متزوج، كمان بيدل على زوال للهموم. رؤية الشخص إنه بيتصدق في المنام. الصدقة في المنام من الرموز أولا المحمودة جدا اللي بتدل أولا على زوال هم للرأي، كمان على تحقيق أمنية أو تحقيق شيء هو بيسعى ليه. كمان الشخص لما يشوف إن هو بيتصدق على فقراء، فدي من الرموز اللي بتدل على لو كان المرأة حامل، فدي من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة وميسرة ليها. كمان الصدقة بتدل على توبة، على رزق، على بركة هيحصل عليها الرؤية. رؤية الصخور
الشخص لما يشوف ان هو ماشي وسط صخور او رؤية الصخور بشكل عام، ف يعني من الرموز اللي شوية بتدل على صعوبة، على شيء مش كويس ممكن يحصل للرأي، على متاعب. رؤية الصخور السوداء في المنام لو كان الرأي بيسعى لوظيفة أو بيسعى لمنصب، فرؤية الصخور السوداء من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على منصب. كمان من الرموز رؤية الصقر. الصقر في المنام بيدل على تحقيق شيء أو تحقيق أمنية أو شيء بيسعى ليها الرأي. كمان رؤية الصقر الجريح من الرموز اللي بتدل على هموم وعلى أحزان ممكن هيقابلها الرأي في حياته مما بعد. كمان من الرموز رؤية التلج. رؤية سقوط التلج في المنام لو كان التلج ده في ميعاد، في ميعاد يعني في الشتاء، فده بيدل على زوال هم وقدوم خير للرأي. لو كان غير في غير ميعاده، يعني لو كان في الصيف وشاف تلج، فده ابتلاء للرأي بمرض، بهموم، بمصاعب، بتعطيل كمان وبوقف حال. كمان من الرموز رؤية التوم. التوم في المنام من الرموز اللي بتكون غير محمودة، فبتدل على هم وعلى حزن، على كلام سيء ممكن يتقال على الرأي، على كذب. كمان ممكن تدل على مال فيه شبهة حرام. رؤية الجبنة. رؤية الجبنة في المنام أولا من الرموز الكويسة جدا اللي بتدل على رزق وبركة وأموال وراحة، وممكن كمان تدل على إنجاب ولاد، ذكر صبي يعني لو كانت المرأة حامل. كمان ممكن تدل على زواج، من يعني زواج للأعزب. لو كانت الجبنة يابسة أو من الجبن اللي هي الناشفة شوية، فدي بتدل على سفر. كمان الجبنة بتدل على أموال، أموال بدون تعب أو بدون مجهود. رؤية الجبل. رؤية الجبل حاجتين، أولا رؤية الشخص إن هو فوق قمة الجبل على طول، فده من الرموز اللي بتدل على منصب هيحصل عليه، على علو شأن ليه، على تحقيق شيء هو بيتمناه وبيسعى ليه. لكن رؤية الصعود نفسها، ان يشوف الرأي ان هو بيصعد الجبل، الصعود فيه صعوبة، فيه قسوة للرأي، فمعناه مثلا لا اما مشكلة هتتحل ولكن بعد صعوبة، تحقيق شيء هو بيتمناه او بيسعى ليه هيحققه بس برضو بعد صعوبة، برضو بتدل على علو شأن او مكانة هيحصل عليها برضو بعد صعوبة. يعني صعود الجبل شوية فيه صعوبة بعكس النزول. في ناس هتستغرب ان الصعود كويس، بس صعود الجبل هو اللي شوية فيه صعب، فيه صعوبة. رؤية الحديقة او المكان اللي فيه زرع او كده، اولا بتدل على لو ارض زراعية فبتدل على ساعة في الرزق. لو الرأي شاف ان هو بيحرس الارض وكان رجل مش متزوج، فبشارة ليه بالزواج. كمان بشارة برزق قادم للرأي، على استقرار، على راحة هيحس بيها يمكن بعد تعب. كمان من الرموز اللي ناس كتير بتشوفها الدخان. رؤية الدخان في المنام، الدخان بشكل عام بيدل على مصاعب وعلى هموم، لكن ممكن في احيانا يدل على رزق لو شاف الشخص ان الدخان ده بيتصاعد من اطعمة او بيتصاعد من اناء مثلا بيطبخ فيه بيطلع منه دخان، فدي بتدل على ارزاق او بتدل على اموال. ممكن كمان الدخان ممكن يدل على كلام سيء، على مصاعب وعلى هموم. في حالة واحدة بس بتبقى كويسة، لو شاف الدخان طالع من أطعمة أو من أكل هو بيطبخه أو بيعمله على النار. رؤية الدواء. لما نشوف حد بيدينا دواء، فده أولا صلاح
التزام في الصلاح سواء في الدنيا أو في الدين، أو التزام في بالعبادات يعني. كمان لو كان مريض فدي بشارة ليه بالشفاء. كمان الدواء من الرموز اللي بتدل على زيادة في العلم. كمان لو حد احنا نعرفه متوفي مثلا، او في معرفة ما بيننا، فدي بشارة بحصول الرأي على منفعة من الشخص ده، سواء على أموال، على ميراث، على شراكة. فدي من الرموز اللي بتدل على منفعة. الذباب، رؤية الذباب في المنام من الرموز اللي بتدل على عدو، ولكن العدو ده ضعيف، ما عندوش قدرة كفاية على الأذية، ولكن هو مؤذي. كمان من الرموز اللي بتدل على إن الراعي ممكن يحصل على أموال. الأموال دي هتكون شوية فيها شبهة حرام، أو فيها أموال حرام. إحنا كده فسرنا شوية من الرموز اللي ناس كتير شوية بتشوفها. إن شاء الله هنعمل جزء تاني، هنعمل سلسلة. إحنا نزلنا جزئين وده التالت. إن شاء الله هنعمل سلسلة لتفسير الأحلام والرموز بشكل مبسط. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وأنا أرد عليكم. بشكركم جدا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.